بس الأول عايز أروح لمداخلة في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية. نادي برشلونة النادي أو واحد من أكبر الأندية في تاريخ الكرة العالمية، كان لديه رئيس قوي اسمه خوان كاسبرد. خوان كاسبرد ده واحد من الرؤساء اللي حكموا برشلونة في أوائل الألفية، من الرؤساء اللي كان عليهم جدل كبير جدا، ولكن كان أيضا يملك العديد من النجوم فترة تولي رئاسة برشلونة. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. مساء الخير، نسعد جدا بتواجدك معنا على التلفزيون المصري. الشعب المصري محب جدا وكما تعلم لنادي برشلونة على مر التاريخ. في الحقيقة أنا فعلا لمست أنا المصريين مشجعين جيدين لكرة القدم، وبالتالي أنا أعتقد أنهم لديهم تشجيع قوي حار للفرقة التي يحبونها. قبل ما أسألك على الحاضر لازم أروح شوية للماضي ونذهب منه إلى الحاضر. في الماضي، هل أنت الآن بعد سنوات من توليك رئاسة برشلونة سعيد وفخور بهذه الفترة أم لا؟ في الحقيقة كانت فترة خاصة، وأعتقد أننا كان هناك حكم مسبق لبعض الإجراءات التي والقرارات التي كانت في النادي، ولكن في هذه الأخير كنا نكافح من أجل الحصول على الشامبيونز، وكان عام مليء بالعمل، وبالتالي كان لدينا الامل ان نفوز بالشامبيونز، وبالتالي كنا نتطلع الى المستقبل بالعمل، وبالتالي كنا نتعافى من وبالتالي الان احنا نتعافى كفريق برشلونه من فتره الجائحه. في الماضي كانوا يقولون أنك صاحب التصريحات القوية الرنانة، التصريحات الصادمة، هل تتذكر أي من هذه التصريحات؟ هل أنت أصلا كنت تحب هذه الجملة أن هذا الرجل هو الرجل القوي صاحب التصريحات القوية؟ لا أنا مشجع وأعشق فريقي والنادي، وبالتالي كنت كل ما كنت أفعله هو الدفاع عن موقفه وعن مستقبله الرياضي، وبالتالي هذا يتضح من تصاريحي السابقة، وبالتالي أعتقد أن هذا التصريح لا تقلق أحدا. وبالتالي أنا كنت أدافع فقط عن فريقي، وكنت لا أتعارك مع أي أحد آخر. بعض الأنباء انتشرت اليوم ومنذ أيام أيضا عن فكرة عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة، سمعت هذه الأخبار؟ هل تتوقع أن ده ممكن يحصل في المستقبل؟ أنا أعتقد أن ميسي لن يعود إلى برشلونة كلاعب كرة قدم. كل ما أريد أن أقوله هو أنه سوف يعود لمدينة برشلونة ليعيش فيها لأنها تعجبه وكان يعشقها، وبالتالي وبالتالي بناء على رغبة أسرته وزوجته، فأعتقد أنه سوف يستمر باللعب في باريس سان جيرمان، وأتمنى له التوفيق. ولكن بالحديث عن عودته لبرشلونة فسوف يعود للمدينة وليس للنادي لأنه لديه منزل في برشلونة. طيب لو عدنا للأصل، هل كان من الممكن لبرشلونة أن يبقى على ليونيل ميسي؟ هل كان في إجراءات ممكن يعملها برشلونة عشان يبقى ميسي في الفريق؟ لا أعلم، من السهل جدا أن نفكر في الحلول
وفيما قيل وماذا كان سيكون أو ماذا كنا سنفعل، ولكن أيضا لابد أن نضع في الاعتبار تأثير الجائحة التي وضعت النوادي في مآزق، خصوصا مآزق مالية. وبالتالي أنا أعتقد بأن أحسن لاعب في العالم كان لديه فرصته، وأعتقد أنه سوف يقوم بإظهار نفسه في باريس سان جيرمان. وأعتقد أن هذه المشكلة كانت مشكلة اقتصادية، وبالتالي كان من الطبيعي أن يرحل. وأعتقد أن ليو ميسي تفهم هذا الأمر، وأنه الآن وقبل باللعب في البي اس جي وذهب إلى هناك، وأعتقد أنه سوف يجد مكانه هناك حتى يبدأ وأن يستعيد لقبه بأحسن لاعب في العالم. حابب أسألك على محمد صلاح لاعبنا الدولي المصري لاعب ليفربول الإنجليزي، رأيك فيما يقدمه في السنوات الأخيرة، هل تتوقع أن محمد صلاح في يوم من الأيام يتواجد في برشلونة؟ لا أعتقد، إنه لاعب كبير ويعجبني هذا طريقة لعبه، ولكن أعتقد أن هذه القرارات لا يمكن الحكم عليها بالحكم الشخصي. فأعتقد أن إذا ذهب إلى برشلونة فإنه سوف يقوي من صفوفه، ونحن الآن نخطط للنهوض بمستوى الفريق في برشلونة. تشافي يحدث ثورة في الأداء الفني في برشلونة، يتحسن الأداء معاه في الفترة الأخيرة، رأيك إيه في تولي تشافي هرنانديز مسؤولية فريق برشلونة؟ تشافي هو لاعب يعشق البرشا، هو فريقه في الأصل، وهو ما هذا الفريق الذي كان نجح قد نجح فيه وحقق فيه نجاحات أخرى بصفته لاعب جيد، وبالتالي هو انه يقوم بعمل جهد كبير غير طبيعي حتى ينهض بالمستوى. والان نحن نثق بانه سوف يتقدم بالفريق. لو عندك الفرصه تختار، لو كنت رئيسا لبرشلونه عندك الفرصه تختار اثنين لاعبين تضمهم في فترة الانتقالات القادمة من سوق الانتقالات، تختار مين؟ أنا أعتقد بأن إذا كان القرار سوف أدعه للمدربين، وبالتالي عايز بما ان كنت بخبره ان كنت الرئيس لكذا عام في برشلونه، فان هذا العمل يتولاه هو المدربون ولست انا، وبالتالي اعتقد ان المدربين يستطيعون ان يديروا جيدا الفريق، وهم من يعلمون اكثر الفريق الذي لديهم، وبالتالي هم الذين يستطيعون ان يختاروا من هم اللعيبه الذين يلعبون في صفوف ناديهم، وبالتالي لهم نظرتهم من ناحيه التقنيه. وأعتقد نحن لدينا الشرف أننا لدينا مثل هذه المدربين، وبالتالي هذه الأشياء لا نتدخل فيها، نتدخل في المدربين. طيب آخر سؤال ليك، أيهما كان أصعب بالنسبة لك، رحيل لويس فيجو عن برشلونة أم رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة؟ طبعا ميسي بلا شك، بالنسبة لميسي كما قلت من قبل فإنه أفضل لاعب في العالم، وبالتالي ما زال هو أحسن لاعب في العالم، وقد أثبت هذا خلال الأعوام الماضية، وبالتالي هو متحمس أيضا، وأعتقد أنه سوف يظل أحسن لاعب، وأعتقد هو خرج بطريقة مختلفة تختلف عن خروج لويس فيجو، وبالتالي كان خروج ميسي فكان خروجه مؤثر جدا وعلى المستوى الشخصي، فأعتقد أن خروج ميسي كان له تأثير أكثر. لو سألتك في رأيك مين أفضل لاعب في العالم في هذه اللحظة تختار مين؟
وافيشيوناو. بما اني عاشق لكرة القدم فانني اكون من هو احسن لاعب في العالم، وبالتالي انا لدي ذكريات اخرى عن لعيب اخرين قد لعبوا سابقا في البارسا وكان لديهم نتائج هائله، منهم ليو ميسو، ولكن ان يوجد الكثير من اللعيبه الجيدين في العالم، ولكن انا كان لا يمكن ان اذكرهم لانهم يوجد كثير من الانديه لديهم لعيبه جيدين، وبالتالي حتى اقول ان هناك لاعب لديه فرص كثيره، فاعتقد ان اللعيبه يتم تصنيفهم على حسب طريقه لعبهم او تصنيفهم، وبالتالي وأن يلعبوا في أندية مهمة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول من هو أفضل لاعب، وأعتقد أن الجمهور في مصر أنه يشجع البارسا ويشجع اللعيبة هناك، وبالتالي قد يتحول هذا إلى عشق لبعض الأندية للعيبة الكبار الذين يلعبون. فأعتقد أن ليو ميسي في الخلاصة أحد هؤلاء اللعيبة، وأنا سعيد جدا بهذا، وأنا سعيد جدا بعلمي أن المصريين يشجعون فريق مثل البارسا. فلورنتينو بيريز رئيس الحالي لريال مدريد اقترح فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي، رأيك إيه في هذه الفكرة؟ في الحقيقة أعتقد أن هذا هو منافسنا الرياضي، وكان هذا الفريق الذي التقينا به في أكثر من لقاء، فأعتقد أن أعتقد أنه لن قد لا ينجح في هذا، ولكن اعتقد انه قد يكون قد اكتسب شهرته بانه رئيس ريال مدريد. خوان كاسبرت رئيس برشلونه الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله على التلفزيون المصري برنامج رقم 10، شكرا جزيلا يا فندم، شرفتني.